احنا من مركز غوص، جينا يعني غوص، فبطلع الشادر الساعة 5 الصبح، هطلع اجيب المعيشة واجيب معيشة عيالي عشان اربيهم بالحلال، وكافح مع جوزي عشان جوزي غلبان شوية وعلى كد حاله. معايا 4 3 بنات وولد، لسه هم في التعليم صغيرين، واحدة 16 سنة، واحدة 12 سنة، واحدة 9 سنين، وولدي يعني 18 سنة كده. اسمك اني ام سعيد، بس ام سعيد ام سعيد في السوق. اخر اليوم بتروحي بيبقى ايه النظام يعني اخر اليوم بقول الحمد لله، يعني ربنا رزقني، انا هدى رزق بكره ما فيش نهدى فيه، يعني كده كل يوم برزق يعني، الحمد لله الواحد بيكافئ عشان ياكل بالحلال ويشرب بالحلال ويربي عياله كويس.